صباح الخير مشاهدينا، بداية اليوم مع رندا فهد بي إيت سمارت. موضوعنا حول صحة البشرة، أكيد ما عم نحكي عن الخارج، عم نحكي عن الداخل. وبتصور وبفتكر رندا رح تتفق معي أنه كلنا يمكن نجرب نظبط بصحة بشرتنا من الخارج يمكن أهين، ولكن بفتكر هو الأساس من داخل الجسم. بونجور رندا. بونجور تينا. صح ولا غلط؟ بوافق 100%. مظبوط مش هيك؟ بس يمكن أصعب وبدها معرفة أكثر وبدها وقت أكثر وبدها مجهود أكثر وعادات نغيرها يمكن. 100% وعوامل كثير بتدخل هون بصحة البشرة. عوامل كثيرة صح. بدي بلش حلقتي اذكر المشاهدين انه فيهم تابعوني دائما على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ار دي اف، حطوا لايك وكونوا عم يتابعوني. خبريتنا يلا. اليوم خبريتي حابه شوي فسر للمشاهدين الفرق بين البروبايوتكس اللي نحن بنحكي عنهم على طول والبري بايوتيك، وبعد في اشخاص ما بيعرفوا الفرق، ما بيعرفوا شو هن. هلا نحن بنعرف وليش عم نحكي عنهم، دائما عم نحكي عنهم لانه نحن بهمنا صحه الامعاء، وقتها نحن بنعرف انه مصارينا امعائنا بيكونوا بصحه جيده، هالشيء رح ياثر على كل الجسم ومنا تبين على الجهاز الهضمي ومنا كمان تبين هلا بجائحه كورونا قديش هي مهمه كرمال النفس وكرمال الرويه. هلا هول البروبايوتكس اللي نحن بنحكي عنهم لازم يكونوا هن نوع من الميكروبات الجيده اللي هي موجوده بامعائنا ولازم دائما نحن ننميها. طيب كيف ننميها؟ هي بدها تعيش. على شو بدها تعيش؟ لازم تكون عم تاكل اكل خصوصي لها، وهيدا الاكل هو اللي نحن بنقول له بري بايوتكس. فنحن اجباري نامن هالشيء للجسم؟ على الاكيد على الاكيد. سو اذا نحن ما امنا البري بايوتكس هو من احد العوامل اللي هن بروبايوتكس بيموتوا، ما بيعودوا او بيخفوا مضبوط او بيخفوا او الى اخره. فاذا هون بتجي اهميه البري بايوتكس واهميه تناولهم هالماكولات. هلا هيدي الماكولات هي ماكولات وين موجود بري بايوتك؟ موجود اجمالا بالالياف، ولكن مش كل الالياف هي اللي عم تخلي هالبروبايوتكس ينمو. اكثر شيء هن موجودين بالارتشوكي، بنحكي بالهليون، بالبصل، بالثوم، كمان موجودين بالهندبه. فاذا هول الاكلات وكمان طبعا بقشره الحبه الكامله بالقشره القمحه مثلا. هلا فاذا نحن لازم نتناول هالبريبايوتكس لحتى نخلي هالبروبايوتكس عم يعيشوا. تقريبا عندنا 3 ل 5 جرامات بالنهار بحاجه نحن لهم. نعم. بس هن عليهم علامتين استفهام هون، وهالدراسات عم ضلها تشتغل فيهم، انه نحن بنعرف انه الالياف هن البريبايوتكس بعد، واللي ذكرتهم انا هن الياف اكيد هن البريبايوتكس، ولكن بعد ما نعرف اي من الالياف والخضره والفواكه والبقوليات بالتحديد هي اللي عم تكون بريبايوتيك، اللي عم تغذي اكثر هالبروبايوتكس، ومشان هيك الدراسات جاريه على هذا الموضوع. أوكي. وبيعطوا لهالماكولات مثل كانه مثل انه يضووا بقلب المصران ليعرفوا كيف هالميكروبات عم تروح وبتكون عم تاخذهم. نعم. فهون حبيت فرجيكم شو هو الفرق وفرجيكم انه نحن بدنا ناكل اكل حتى نكون عم نقوي. ويمكن الثقيل انه مسمينهم بيشبهوا بعض الكلمتين، فبيصير في اوقات بيصير في لغط. وكمان في عندنا مشكل هون بقضيه البريبايوتكس، انه الاشخاص اللي بتاكلهم بكثره مثل الانولين اللي هو موجود بالبارز تبع الانرجي للرياضيين مثلا، بكثره فيهم يعملوا يضايقوا المصران، لانه خصوصا اذا المصران او ما تعود عليهم او اعطيناهم بكثره، فبصير عندنا النفخه، الغازات، اوقات اسهال الى اخره. نفس الشيء اذا الواحد تناول كثير من المأكولات اللي فيها يعني لبن تنقول مثلا. هلا تذكري هون اللبن هو اللي عم يعطي بروبايوتيك. نعم. هي اكثر وقت نتناول البريبايوتيك مزبوط، والاكثار منه فيهم يعملوا هالمشاكل. نعم. لكن عم نحكي عن صحه البشره. تينا، مثل ما قلنا صحة البشرة عندنا عدة عوامل هون. أول رح أذكرهم بسرعة قبل ما أحكي على الأكل. أول عامل هو الستريس. حتى دراسات بيّنت أنه التين ايجرز المراهقين اللي هن أندر ستريس معرضين ليطلع لهم الحبوب الأكني بنسبة 50% أكثر من غيرهم. يعني هالقد النسبة بتكون عالية. الشغلة الثانية هو عامل جيني.
يعني نعم. اذا جينيا انا جلدي رح تكون منشفه، اما جينيا رح تكون رح تعمل رينكلز اما تجاعيد. فهون كمان عندنا هيدا العامل. اكيد في ناس بياخذوا ادويه معينه، اكيد في عندنا العمر، واكيد في عندنا الهرمونات والتدخين. هلا هوليك ما فينا نعمل فيهم شيء، بدي ارجع للي فينا نعمل فيه شيء 100%. لانه التدخين وكل شيء ملوثات يعني بالهواء. اكيد على الاكيد. فعندنا التدخين هو من اهم العوامل. كنت عم اقرا بهاليومين، طبعا نحن بنعرف التدخين والاوكسيديشن اللي بيصير بالجسم وكيف هو بيعمل بيخلي الخلايا اللي هي تكون عم تموت الى اخره، ولكن كمان كنت عم بقرا شغله لفتت لي نظري انه حتى بالتدخين كيف واحد بيتمه بيصير عم يسكر التم ويفتحه، هالطريقه تسكير التم لواحد يكون عم يدخن السيجاره هي بتؤدي الى تجاعيد معينه. واو ايه. هالحركه نفسها هالحركه ذاتها. فكمان هو واحد بينتبه لهالاشياء. هلا بنروح هون للاكل، وكنت عم تقولي كيف من جوا، لانه نحن كمان بنحط كريمات. هلا الكريمات مهمه تينا، والكريمات تقدر تدخل من الجلد لخلايا معينه، ولكن نحن تجديد الخلايا بده يكون من جوة. خلال من جوا. ونجي على قضيه الاكل. فهون بالاكل رح اذكر ماكولات معينه انا، وبعدين نذكر فيتامينز اما مينرالز. من هالمأكولات أول التوب أنا بحطه هو البندورة. حتى البندورة لايكوبين دي فيها تبين إنه هو بيحمي الجلد من السرطان، السرطان الجلد جاي من الأشعة الفوق بنفسجية. حتى البندورة كمان فيها المي تينا، فهون كمان بترطب الجسم. فيها الفيتامين سي اللي معها، يعني عندها كثير عوامل هون هي عم تقدر تحمي لنا البشرة. وطبعا نحن بنعرف إنه تناول البندورة والتوميتو بيست، الدراسات بينت يعني رب البندوره او البندوره المطبوخه يعني. او البندوره المطبوخه قديش هو عم بيساعد حتى ما نحترق من اشعه الشمس. واو. بالصيف. فاذا نمبر 1 هي البندوره. حلو. من هون بدي انتقل لثاني شغله اللي هو زيت الزيتون. كمان زيت الزيتون نعرف قديش هو عم بيرطب البشرة، وخصوصا زيت الزيتون دراسة عملت عليه على أهميته لبشرة الوجه. بنقول له ضد الفوتو ايجينج، يعني كيف نحن وعم نكبر بالعمر اللي بيصير بوجهنا كل هالأشياء اللي بتصير منا، الأكثر شيء التلويق، يعني وقت يكون في هيك بقح على الوجه بيكون كتير عم يساعد هون. ثالث شغلة بدي أحكي عنها هو الفلافونويدز الموجودين بالكاكاو. فإذا هون الكاكاو الأصلي بيّن أنه الفلافونويدز والفلافونولز الموجودين فيه هن عم يحموا من هالتجعيدة اللي هي على الكبر بتصير حول العيون. يعني هالقد عم ينشغل فيهم وهالقد عم نعرف قديش هن دقيقين بمساعدة الجسم. حلو. من هون تينا بدي كمان احكي على الشاي الاخضر واهميته. وانتبهوا وقت احكي لانه في شاي الاخضر اهميته الشاي الابيض، وهون انواع الشاي ليش؟ لانه قديش هن فيهم المواد اللي هن الكاتيكنز اللي هن عم يساعدوا تجديد الخلايا من ميل، ومن ميل ثاني برجع بحكي على الترطيب اللي هو شو ما حكينا بالاكل اهم شيء هو الشرب للجسم. وطبعا وقت احكي شرب المي او الشاي الاخضر او هون الشاي الابيض، او وقت احكي الكاكاو فيني يكون عم بتناوله كدارك شوكليت، اذا بدي اتناوله بيور هو بدي احطه مع المي ويكون عم بشربه. داس المي مع الحليب يعني، او مثل ما واحد بيقدر ياخذه. في بعد اكلات عندك الصويا. كثير مهضومه الفكره، دائما نحن المراه بعمر المينوبوز بننصحها تتناول ماكولات تحتوي الصويا. الصويا هو في بروتينز طبعا، ولكن الصويا كمان هو بيحتوي اشياء اللي هي بتشبه الاستروجينز بالجسم، وبتركز شوي الهرمونات، وتبين انه الصويا هي بتحمي الجلد من انه يصير عندها مشاكل اللي هي سببها تغيير الهرمونات بعمر المينوبوز. فهون عم نلاحظ نحن كيف الاكل الصحي وين بيدخل هون تينا. هلا اذا
سكرت عدة مأكولات لأنه الأشخاص بحبوا يعرفوا شو بدهم يتناولوا من هالمأكولات، هن المأكولات المكسرات الغير مالحة ومقلية اللي بتحتوي هون السيلينيوم، وبنعرف نحن أهمية السيلينيوم للجلد الصحي. نعم، هولي كلهم ذكرتيهم رندا فينا نلاقي منهم مكملات غذائية. شو رأيك الواحد يعني إذا منه أكيد إنه عم يقدر يتناول كل هالمأكولات، ما بيعرف شو الكميات أو قد إيه لازم ياخذ منهم، بيقولوا لك يمكن أهين إنه ناخذ حبة. مظبوط، هلا عم نحكي نحن صرنا هلا موجودين بلبنان وقضية المكملات المتممات الغذائية منها كثير موجودة. نعم. فهون خلينا يمكن هيدي بنقول لها ويك أب كول حتى نكون ليش ما بناكل الأكل الصحي والأكل اللي مثل الأشياء اللي نحن عم نذكرها، وخصوصا هون برجع بالإجمال عندي خضرة فواكه بتدخل بالموضوع. ولكن اللي ما عارف حاله ما قادر ياخذ هالاكلات، مش عم يقدر ينظمها مظبوط يوميا، اكيد بيقدر ياخذ المتممات اللي هي بتحتوي على الفيتامينز، الفيتامين سي، الفيتامين اي، سيلينيوم. شو اهميه الفيتامين سي للبشره؟ اكيد الفيتامين سي نحن بنعرف اهميته، له علاقه بالكولاجين، كولاجين والالاستين اللي هن مثل كانه الكولاجين اللي بيعبي الجسم، بيعطي الليونه للجلد، والالاستين اللي هن ما بتكون الجلد قاسيه حتى وما بتكون عم تجعد. هلا هون تينا كمان بدي اذكر شغله مهمة، قد ايه بنحكي عن مثلا سيلينيوم مهم، قد ايه بنحكي على الفيتامين اي مهم، ولكن كمان تبين انه الاكثار منهم، نحن من زمان بنعرف انه نكثر فيتامين اي هي شغله منا صحيه ابدا، معقول تؤدي لامراض، وكمان الاكثار من السيلينيوم اذا بده يؤدي لشيء معقول يؤدي لسرطان بالجلد. اوف، فاذا يعني بيفيد بس كترته هالقد بضر. اكزاكتلي، فاذا هون انا ممنوع ناخذ متممات منا مستشارين اخصائيين، اخصائيه التغذيه بتعرف حكيم الجلد اكيد شغلته هون هي. فاذا بدنا نعرف نحن وعم ناخذ قديش بدنا ناخذ وعن جد ما ناخذ عشوائيا. نعم. هون اكيد عم نحكي كمكمل غذائي، ولكن نعم. اذا تناولنا فيتامين اي او فيتامين سي من خلال الاكل ولا مره من خلال الاكل بيصير عندنا تناول اوفر يعني قديش واحد بده ياكل ليأكل، واللي عم يهتم بجلدته تينا هو انسان عم يهتم بكل جسمه. نعم. فاذا عم يعمل بالانس بالاكل اللي عم ياكله. وكثره المي دائما بتفيد بهالحاله؟ المي يعني البشره بتحب المي كثير، يعني اهم شيء الترطيب، اهم شيء الترطيب. هلا دائما بنحكي على الكتره كمان اللي هو دائما في بالانس عندها. بدي اذكر هون شغله كثير مهمه هي الرجيمات القاسيه، فنحن كل ما بندخل برجيم كثير قاسي، رجيم اللي ما بعرف اليوم قررنا ما بدنا ناكل خضره وفواكه على ننزل لل 1000 كالوري اليوم مثلا. قررنا ننزل 1000 كالوري وانا جسمي بالقليل بحاجه لل 1005، هول الرجيمات بين كمان عندهم مساوئ كثير للجلد، فكمان هون بدي تكونوا عم تنتبهوا منهم. معلومات كثير مهمه اكتسبناها منك اليوم رندا، وخاصه هلا يعني واصلين على موسم صيف، في كثير اشخاص بيقعدوا كثير بالشمس، الواحد بده يجرب يعوض وما يقعد كثير بالشمس فينا قد ما نحمي حالنا يعني exactly. قد ما نحمي حالنا. ثانك يو رندا، رح ناخذ وقفه مشاهدينا ومكملين على لايف.